نتعرف على طريقه وكيفيه حل مشكل فيسبوك انتهاء صلاحيه الجلسه. نقوم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على فيسبوك خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقه، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، من ثم سوف نقوم بايقاف اعاده تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب الى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن فيسبوك خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم فيسبوك. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على